تعيش وتفتكر. مجيلكش في حاجة وحشة يا باشا. خير؟ المرة اللي فاتت لما تقابلنا في المستشفى قلت ان انا عايز اقزي ميرفت. هنا بقى ايه؟ هقزي مين؟ ده كل اللي هنا اموات. تصدق دمك خفيف وادائك مقنع قوي. انت كان المفروض تشتغل ممثل والناس كلها كانت هتصدق تمثيلك الا انا فتحي. عموما يا باشا شوف انت عايز ايه وانا تحت امرك. المره اللي فاتت في المستشفى عملت فيلم هندي انت ومرات اخوك وانا عديته بمزاجي. المره دي بقى جاي هنا تعمليها استاذ فتحي. يا باشا جاي اقرا الفاتحه على روح امواتنا. تقرا الفاتحه السعادي؟ الفاتحه تتقري في اي وقت يا باشا. ويا ترى مين بقى من العائلة المصونة مدفون هنا؟ لا دي كانت واحدة ست كده معرفة قديمة كانت جارتنا. وحياة جارتك؟ من غير تريقة يا باشا. الست دي كانت غالية عندي أوي. هي اللي ربتني وعلمتني ولها جمال كتير أوي عليا. عشان كده لما بتوحشني وافتكرها خدت عهد على نفسي ان انا اجي على طول اقرا لها الفاتحه واترحم عليها. تصدق قطعت قلبي. ده انا ممكن اعيط وانا واقف دلوقتي. طول عمرك حسيس يا باشا. حسيس؟ ماشي. شريف تعالى اقلب البيت وطلع كل اللي معايا. ارفع ايدك يا حبيبي. لا فخر. تمام يا شيخ. ها يا باشا طمنت. انا في السليمه. انت جاي هنا تدور على مين يا فتحي؟ ما انا قلت لك يا باشا انا جاي ليه. ما عنديش حاجه تانية اقولها. بس انا بقى مش مصدق ولا كلمه من اللي انت بتقولها. اوعى فتحي تفتكر اني هغلب معاك او اني هفضل ادادي فيك كده كتير. ده انا حتى بقول عليك راجل بتفهم ودماغك كبيره وليك نظره. ما تيجي معايا دغري انطق بدل بقى ما تضطرني ان الجا لاساليب تانية خليك تنطق بيها. وصدقني الاساليب دي لا هي حلوه ليك ولا ليا. وابواب الاذى يا فتحي مفيش اكتر منها. يا باشا انتوا علمتونا ان البلد فيها قانون. وانت لو ماسك عليا دليل واحد لازم تسلمه للنيابه والقضاء. خدها نصيحه من اخوك. وساعتها يا باشا لما تحبس ويتحكم عليا والعداله تاخد مجراها هجيلك واشكرك عشان علمتني ان انا ما اعملش حاجه غلط. لكن من الاخر يا باشا انا ما عملتش حاجه. بالذوق بالعافية هو ده اللي عندي. يعني من الآخر أنا صخ سليم. أنا في السليم يا باشا. دي المدام أصلها مستنياني عشان نخرج نتعشى مع بعض. بس واضح بقى إن أنت دماغك ناشفة. هتغلبني مش هتنطق وهتضيع وقتي وكمان هتتسبب لي في مشكله عائليه. عشان كده انا هسيبك واروح اتعشى. بالهنا يا باشا. خروجه سعيده. انا هسيبك مع الرجاله. هما بقى هياخدوك ويعرفوا يلينوا دماغك ويخلوك تنطق لحد ما اجيلك بكره الصبح. معتز. بالاذن يا صخ سليم. أتوه.
يا لهوي يا وسبتي السودة. شايفة يا بنت اللي أنا شايفاه؟ شكل يا أختي اللي أنا عملت حسابه حصل. استرها يا رب. ليلى سودة ومحببة ومنيلة بستين ألف نيلة، دي كبسة عمرنا ما شفنا زيها أبدا. شكل يا أختي اللي اسمه غنيم والمنقل على عينه سيد ريشة فلتوا منها. بس هي الحكومة هتسكت، ده هتفضل تشمشم لحد ما تلاقيهم. ويا ويلنا يا أختي يا سود لنا لو عرفوا إن إحنا كنا مداريينه. اخرسي يا أختي اخرسي وقفلي بقك، مش عايزة أسمع حسك خالص، وبطلي لي الجيران والروشانة بتوعك دول، وبلاش يا أختي نقدر البلا قبل وقوعه. هو لسه يا أختي ما وقعش مواقع خلاص. الله يخرب بيتك ويخرب بيت سنيني، يا بت اقفلي بقك وخراسي خالص. وبعدين يا اختي مش اتفقنا؟ لا شفناهم ولا نعرفهم، وزيهم زي اي حد اجر الحوش وخلاص. يا بت حد وقعك في الكلام كده ولا كده؟ لا تودينا يا اختي في 60 داهيه. هو انا يا اختي عبيطه؟ ربنا بس يستر ويعديها على خير. هتعدي يا اختي ان شاء الله على خير، بس احنا كده نبقى تقال وراسين وعاقلين. وتوبه من دي النوبه، لو النيل اللي اسمه سيد ريشه ده شاف مني ريح حلو تاني، هو او اي مطعم من طرف. هنروح على فين دلوقتي يا سيد؟ هنطلع المحاجر للطريق السويس. محاجر؟ انا خايف ان البوليس يكون لسه حاطط عينه على المحاجر. ما قدمناش سكه غير كده. بعدين ما تقلقش، الاماكن مقطوعه هناك في المحاجر كتير، وانا اصحابي هناك ياما. انتوا في وسط الصحراء، وحليني بقى قبل ما البوليس يعطل فينا. انا اللي مجنني يا غنيم البوليس وفتحي ولاد الهرمة دول، عرفوا سكتنا ازاي؟ كل غدر بيا يا سيد. سراج بعني الفتحي، وفتحي خد الصندوق، ضيعوني ولاد الكلب وسابوني على الحديدة. بس معلش، انا هعرف اجيب حقي منهم تلت ومتلت، وهدفع سراج وفتحي من دمهم تمر اللي عملوه معايا. تمام. روقوه على الاخر. شريف، تقدر تاخد سارة وتمشي. لا يا فندم، انا هستنى مع حضرتك. طيب استاذ اول مره يعني يا معتز بيه تلجأ للاساليب الجميله دي؟ لا بس عشان انت لسه جديد في المباحث، وبعدين بقى طالما شغل الطبطبه مش جايب نتيجه يبقى ننشف عليه شويه. ما تنساش يا فندم ان لغايه دلوقتي فتحي ما علوش اي حاجه غلط. هو هكون مصدق حكايه انه كان في المقابر بيقرا الفتح على روح حد من اهله؟ يا فندم اصدق او ما اصدقش مش دي المشكله. المشكله يا فندم ان احنا نثبت ان اللي اسمه فتحي ده خالف القانون، ساعتها نقدر نمسكه ونسلمه للنيابه تتصرف معاه زي ما هي عايزه. لكن لحد دلوقتي البي ماشي سليم، ما صدرش منه ولا حاجه غلط. فتحي ده مش سهل، ده وراه بلاوي متلتله، وكان لازم يشوف العين الحمراء. مش هو لوحده، هو الشله اللي معاه، اكرم وتربو، لان احنا صبرنا عليهم اكتر من اللازم، وده اللي خلاهم يفتروا. يا فندم طارق قال نشد شويه، بس اللي انا شايفه ان حضرتك تقلت العيار شويتين. بعد اذنك يا معتز بيه، لحد كده وكفايه. رايا شريف، بتجمد قلبك امال؟ انت هتضعف ولا ايه؟ دول مجرمين واخدين على كده، ولو انت ضعفت معاهم لحظه هيركبوا ويدلدلوا رجليهم، ساعتها محدش هيرحمك ولا حتى انا. وريس تمام يا فندم، المتهم استوى. عايزكم تريحوا لغايه الصبح، وبكره تعيدوا الكره من تاني. تمام يا فندم، رايح.
الشاي يا عامر بيه. نايل حطه عندك. حاضر. هو مش سعادتك اطمنت على هانم الصغيره وعرفت انها مع طارق باشا في بيتهم؟ ايه اللي مضايق سعادتك يا باشا؟ انت مالك يا بارد؟ ايه اللي دخلك انت في المواضيع دي؟ ربنا يا اخي ياخدك انت وستاره بتاعك ده، انتوا الاثنين في ساعه واحده وارتاح منكم. وربنا ما يحرمنا من كرم سعادتك يا باشا. يلا غور من وش. طب روق دم سعادتك واشرب الشاي قبل ما يبرد. يا جدع غور من وش. حاضر يا باشا. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا هاني. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا باشا. ميرسي. صباح الخير يا عامر بيه. صباح الخير يا احلى قبض في الدنيا. اهلا يا سيدي. معلش يا بابا، حقك عليا، كل حاجه جت كده بسرعه من غير اي ترتيب، سامحني. سامحك. طيب يا ستي، اما انا بقى محضره لك حته دي مفاجاه هتبسط حضرتك قوي. تبسطني؟ خلاص ما بقاش يجي من وراك اي انبساط. طارق وافق انه يجي يقعد هنا معانا كام يوم في البيت. واو، نلم الشمل بقى يا بابا. ده اذا ما كانش فيها ازعاج لحضرتك عامر بيه. لا ابدا ما فيهاش ازعاج ولا حاجه، وبس يعني انا كنت بسال يعني ايه اللي خلاك تتنازل وتتكرم وتيجي تقعد معانا، يعني ما عملتهاش قبل كده. والله الضروره هي اللي بتفرض عليا كده يا عامر بيه. نعم نعم يا اخويا. طارق ما يقصدش يا بابا، طارق قصده يعني ان احنا كلنا نبقى مع بعض جنب بعض لحد ما حضرتك تبقى كويس، وبعدين نبقى مطمنين عليك ونروح بيتنا تاني. لا 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 اطمن يا حظ ظابط، انا كويس كويس جدا، ما تتعبش انت نفسك. بس قصد حضرتك ان ملوش لزوم اجي، ولا قصدك ايه بالظبط يا عامر بيه؟ انا ما قلتش كده، انت هتقولني كلام ما قلتوش ولا ايه؟ بعدين يعني اهلا بيك في اي وقت، انما لو كنت جاي انا عشان تطمن على صحتي يا سيدي، انا صحتي زي البوم، كويسه جدا جدا جدا، بس انت ما تضغطش على نفسك. طب بعد اذنكم عشان عندي شغل مهم في المديريه. سلامة. طب يا حبيبي ما تتاخرش عليا بالليل، هستناك. حاضر يا حبيبتي. انا هجهز العشاء، هتيجي تلاقي كل حاجه مية مية، مش هقدر اكل من غير ما تيجي، الاكل مش هيبقى له طعم من غيرك. طبعا يا حبيبتي. بقول لك ايه، دي لسوها اول ما تصحى تديها لها. ربنا يخليك ليا وليها. ودي ليك انت يا حبيبتي. تاخد بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان. انت مش ملك روحك. من ملك مين؟ ملكي انا والشعب. مش الشعب. سلام عامر بيه. ايه؟ ايه الدلع الماسخ ده؟ خلاص؟ مفيش اي احترام للكبير؟ سلام عليكم وبحبك وايه ايه الكلام ده؟ بصي لي سوها، ايه الكلام ده؟ عيب ده، اعملي احترام بلاش ليا، اعملي احترام لبنتك. ايه شكلك قدامها وانت بتقولي الكلام ده؟ يا بابا حاول تفتح قلبك لطارق، حاول تعامله كويس، ده هيعيش معانا، وبعدين اكرام الضيف واجب. اهلا وسهلا يا ست بي. اهلا وسهلا، بس باين ان انت يعني ضغطت عليه جامد والحكايه طالعه من تحت درسه. لا من تحت الدرس ولا من فوق الدرس. يا بابا هو حضرتك ما يهمكش راحتي انا وسهى، ولا عايز طارق يفضل بعيد عننا؟ انت عايزه تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني ولا ايه؟ انا ولا عايزه امسكك من ايدك اللي بتوجعك ولا حاجه يا بابا، بس هو حضرتك اللي مش عايزنا نعيش معاك. ايوه نوران، انت عارفه انا ما اتمناش من دنيتي غير كده. خلاص يا بابا، يبقى ده الوضع الطبيعي، ان احنا نعيش مع بعض زينا زي اي اسره طبيعيه. ومين عارف يا حبيبي، مش جايز لما تشوف طارق ويعيش معاك وتعاشره تحبه وترضى عنه؟ لا انا لا عايزه يحبني ولا احبه، هو بس يبعد عني. عايز يقعد معانا اهلا وسهلا يا ستي، اهلا وسهلا بيه في اي وقت، يبقى يجي يقعد معانا. مش عايز يبقى هو حر، لما مش عايز كل شويه حرق الدم، وانا مش ناقص حرق الدم من بروده وغروره وعنطسته اللي على الفاضي. مفيش فايدة، عمرك ما هتتغير يا بابا، بس برضه بنحبك.